دلوقتي احنا دخلنا على المحطة النووية، احنا واقفين على ارض المحطة النووية في نوفو فارونش. احنا الحقيقة تقريبا غرقنا. اولا دخلنا بصعوبة جدا، الاجراءات الامنية رهيبة، يعني اجراءات امنية انا ما شفتهاش. انا دخلت اماكن كتيرة جدا رسمية حول العالم، ما شفتش اجراءات امنية بهذه الدقة. تقريبا قوات الجيش هي اللي واقفة بتأمن المكان، بنتفتش ذاتيا، الكاميرات لها ترخيص وتصريح مخصوص، لازم نلبس الهلمت دي، باسبوراتنا معانا، كله بدقة شديدة جدا. بندخل أوضة معزولة علشان نتعامل مع السكيورتي جارد اللي موجود على الباب. يعني التفاصيل أتمنى إن هي دي تكون نفس التفاصيل ونفس الإجراءات الأمنية في المفاعل الضبع. طيب إحنا دلوقتي واقفين على أرض المحطة النووية، وأنا بقول محطة نووية لأن إحنا المفاعل هو جزء من النيوكلير باور بلانت أو جزء من المحطة النووية. إحنا فين دلوقتي؟ إحنا أمام واحد من أنظمة التبريد للسلامة. إحنا في هذه المحطة في 11 نظام سلامة و 8 نظام سلامة آلي، يعني في 19 نظام خاص بالسلامة وثلاث آليات للتبريد. 19 نظام سلامة، منها 8 أنظمة آلية بتشتغل لوحدها اوتوماتيكلي يعني، وفي 11 نظام آخرين لازم بيكون فيها تدخل بشري. في ثلاث أنظمة للتبريد، تبريد المفاعل أيضا للسلامة. ده جزء من ده، واحد من تلك الأنظمة اللي هو عن طريق الرشاشات. إمتى بيشتغل؟ بيشتغل في حال لما بيغيروا الوقود، وأنا قلت لكم إن تغيير الوقود ده بيبقى مرة واحدة في السنة. لما بيغيروا الوقود بيشتغل هذا النظام للسلامة. هم بيعتبروا السلامة والأمان في المفاعلات اللي هي 3G بلس أو الجيل الثالث بلس، هي أعلى مفاعل، أعلى أنظمة سلامة في العالم. ده هيبقى موجود عندنا؟ ده هيبقى موجود عندنا، ونتمنى بقى إن احنا نشوف نفس الدقة، نفس الأنظمة، نفس الـ يعني السكيورتي ميجرز هنا رهيبة رهيبة. أنت ما تقدرش تصور أي حاجة، أنت لازم تستأذن في كل حاجة، ولازم كل حاجة يكونوا هم شايفينها. ده أحد أنظمة السلامة والأمان، التبريد، عملية تبريد المفاعل عن طريق الرشاشات.